كله منك، تأخرنا هونيك وما نبين. انت حسيني تعرف يا مرة شو الفايدة ما جيتنا على بيروت؟ شو؟ علمنا ابننا بس. صباح الخير يا اخوان. اهلا اهلا وسهلا. صباح الخير. تفضل تفضل يا حبيبي. صباح الخير. اهلا فيكم. اهلا، كيف الحال؟ شكرا. اهلا فيكم. اهلا جنب يا اخوان. شكرا شكرا. ممنون. عامر يا هلا بالحبيب. تفضل يا اخ. تفضل، ما بصير الا تشرفنا. بايتكم دايمين. مشكورين مشكورين. مثل ما اتفقنا. صبايا ما بدكم تسهرونا على راس السنه؟ طبعا، اعتبروا نفسكم معزومين من هلا. امنيتي يضلوا اهلكم بالغربه وانتو ما تتجوزوا. الله يسمع منك. حاجه تفولوا علينا يا الله. ما اسالكم. قال عرس السنه حتى تضلوا تسهرونا. اعتبريني الليلة خلقت من جديد. حبيبتي، حياتي، روحي.
خطوبة الليلة عليك قدام الشلة. غريب أمره، نجح وبعده مكشر ودايما عايش وحده. لازم لاقي طريقة تأحكي معه فيها. خايفتك على قلبي في كتير. بلا مسخرة يرد عليكي. ولو يا غصون قعدت مسخرة عليكي. ليكي هو نجح ونال الدرجة الأولى بالكلية، تبريها فرصة وهني. برافو عليكي، وانت قلتي نصيحتي إليك. بعدي عن الشباب، كلهم خاينين. انا بعرف كيف بختار، مش مثلك اخترتي واحد خاين. طولوا بالكم يا طولوا بالكم، ما تزعل على شو منه حاصل، خلي الظروف تاخذ مجراها. ليش مهتمي فيك لهالاهتمام ومنه سائل عنا ومتكبر؟ كل الشباب بيتمنوا يحكوا معها الا حضرته. وطي صوتك اجت. شو قال لك؟ قال لي بتسمحي لي بشوف غير مره نسي. شفتي شو مغرور؟ ما بسمح لك تحكي عنه شي. وما تسمحي، كل الحق على اهلك يلي تاركينك وعايشين برا، شو ما بدك بيعطوك. وليش غيراني دخلك؟ كنت انصحي نفسك انت. عشو بضل اتخانقوا على واحد مغرور شايف حاله؟ بترجاكم ما حدا يجيب سيرته. انت حره، يلا نمشي. Thank you.
ألف شكر، ممنونك كتير، غير مرة إن شاء الله. عمر دين، وين ما عم شوفك عنا؟ من جمعة شفت أبوك، هو أنت صاحب النصيب. الحمد لله الحمد لله، تستاهل كل خير. لشو يا عم، خليها يمكن تستفيد من حقها. هيدي هدية من الآنسة غصون، بنت بتحبك، نيالك شو محظوظ، دير بالك عليها. بتحبني؟ من شو عرفك؟ أنا شو عرفني يا ابني؟ أنا بياع الورد، أنا بعرف كل أسرار البنات والشباب من خلال هالوردات. اسمع، هدية الوردة معناتها هدية القلب. سلم لي على أبوك بخاطرك. مع السلامة. هدية الوردة معناها هدية القلب. سهرنا، بطل تمشي معنا كرمال هل اخ كله منك انت الا ما يا اخي خلصنا بقى. زيحولنا شوي، قعدونا انت شو فهمنا. بطل تدير بالها علينا، هي واختها. وانت يا اخي شو خصك؟ انا يلي خص، لاني ما بعلمت لك. لازم نحتاج نرفع تقرير للاداره. روح يا اخي احتاج وارفع اللي بدك ايه. إذا كان زعلك ميشيل عزيمي، أنا بكرة بعزمكم لأحسن المطاعم. يا عين يا عين، اليوم بدي أهديكم ورد على حسابي. تفضل أستاذ، تفضل يا دموزيل، يا ملعونات. تفضل. مسي. بسطوا يا شباب. سبحانك يا رب، ما أجمل هالمنظر. هون بيوقف الإنسان خاشع قدام قدرتك ورحمتك، وهون كل دقة بترفع الإنسان أميال نحو السماء.
سلام. لك هالتريا شو حلوة؟ شايف شو في أشياء حلوة؟ كل الأشياء حلوة هون. شو رأيك؟ إيه؟ يا سلام. شايف هالطاولة شو حلوة؟ حلوة. شو رأيك؟ ماشي ماشي. بهيدا الصالون مش حلو هالصالون؟ شو رأيك بهالطقم؟ ما حلو؟ خي هالكرسي شو مريحة. ديك هالجاكيت شو حلوة؟ ايه حلوة بتجنن. وقف. شو؟ وقف وقف يا سامي. طب وقف. شو قصتك يا سامي؟ ما في شي. يلا نمشي. طب بدي اعرف انت ليش زعلت؟ انا شو عملت لك؟ نحن ما اتفقنا انه نفرش بيت ونتزوج؟ مزبوط. هيدا الشيء ما بيفرحنا. انا قلت لك في فروقات بيننا. في فرق بيني وبينك؟ انا وكل ما بملك فداك يا حبيبي. انا بدي افرش بيتي قد ما بستطيع حتى اكون مرتاح. طيب ما تزعل يا حبيبي، انا معك حتى لو نمنع الحصيرة. اضحك بقى اضحك. يلا امشي نروح ننام بالبرية. ضبوا على بيوتكم احسن ما تنزلها شيء اظيف.
الحاضر ما تبين معي. رح اعمل كل جهد. رح اعطيك هالروشتة تجيب لها الدواء اللي بيخفف الوجع. اذا جت شي اتصل فيني. حبيبي يا سامي، مين عم بيلعب بمصير هالوطن؟ يقتل الأبرياء ويمنع زواجنا ويبعد بين قلوب المحبين. قصف، قذايف، حرب بشعة ومجرمة. اتركي كل شيء وتعي نهرب لعند اهلنا قبل ما تكبر المشاكل. بدك تهربي هربي، انا بدي ضلني هون، هون ارضي وهون وطني. انت حبك لسامي خليك تنسي نفسك واهلك. انا حبي لوطني اقوى من كل شيء، واللي منه مخلص لوطنه منه مخلص لا لاهله ولا لحبيبه. غصون اختي تقبريني، أنا معجبة فيك كتير، وأنا كمان بحب وطني مثلك وأكثر. يا حبيبتي يا نانا. أي أي حبيبي، تركتني قبل ما تتهنى فيي؟ تركتني، تركتني مع أصوات الرصاص والضياع. شو يا أب؟ شو قالت الدي؟ عطتنا مسكن. إن شاء الله بالسلامة. عسلامي يا أخ. إذا بتريد شي ما توفرنا. تبقوا دايمين. الله يخليكم. ولو إحنا أخوة. مشكورين. برافو عليك، ما مت، ما مت. حرام تموت الطفولة. بلاغة 43 أنا جاي على الخط حول ولا. شو يا جهاد ما عم تنادي؟ أنا يا عمو ما بحب نادي على الأخبار البشعة. شايف يا عمو كيف القتل بدون رحمة؟ أيمتى الله بده يفرج علينا؟ الله بيفرج علينا لما منوع نعرف يلي عم تحترق هي أرضنا، يلي عم يموتوا ولادنا. الوطن ساعتها بعود إلى مجده وجماله. أطلب من الله، من مال الله، ساعدون الله، الله يفرجها علينا يا الله، ساعدون الله، يا الله، يا الله، يا الله، اطلب من الله، ساعدون الله، يا الله.
شاء الله. الله يخليك ويخلي لك اهلك. انا بعمري ما عملت سلاح ولا اذيت حدا ابدا. انا شو خصني؟ اسكت بلا تضحك ولا اسكت يا شاب. ما عندك اخوه، ما عندك اهل. خلاص ما تجيب سيره اهلي على لسانك. ايش بتعرف؟ ما بدك تحكي؟ بترجيك. طيب خذ لك، خذ بترجيك. بوزيك. هاي وبعتك لعند امك وبيها. يا هنا اتركه، حظه بيفلق الصخر، اجى امر بتركه، خطفه بدله. عندك ناس تخطف كمان يا كلب. خد. صباح الخير. صباح الخير استاذ. ان شاء الله في خط. جرب لوين بدك تلفت. بدي اتصل بغصون. صعب يعلق، على كل حال جرب انت وحظك. الو غصون، كيفك؟ الحمد لله على السلامة. ان شاء الله ما في شي عندك. طلعت لهون قلت بركي افضل. تاري وين ما كان، وين ما كان بهالبلد مثل بعضها. وين ما كان. اسمعي، ما في غير اصوات الازيف والدمار والموت. قلنا ليلتين ما شفنا النوم. دخلك اللي كيف لقط الخط معك؟ كل يوم بحاول اطلب ما بتلقيت. بدي اشوفك. ما بقى تفرق معي لا نابل ولا رصاص. دخلك على فكرة، شو اخبار نادية؟ شو؟ مش معقول. وين؟ بالمستشفى. هلأ مليحة. بعتقد في خطر الشلل. مسكيني نادية. سامي، سامي خليك بالبيت حبيبي. ما تتجول بحياة حبنا. أنا نازلة. إيه؟ أمك كيفة؟ أمي بالضيعة. لا هونيك ما في شي. غصون، ديري بالك على حالك حتى تنفرجي شوي. قطع الخط. هو كلهم بسيطين. الارواح عم تنقطع والوطن تقطع. روقوا روقوا شوي، روقوا بالتساوي، روقوا روقوا. واحد 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 واحد. يلا انبسطوا. حقوني. روق شوي، ما دام انا بهالحي ما تعتلوا هم وتعرضوا حالكم للخطر. يوم بهالحي ويوم بهالحي. قولوا الله. يلا يلا فوتوا على بيوتكم. عوافي عم وردين بين عم توزع مي. وين الورد؟ الله يرحم ابوك يا سامي. وين ساكن؟
ما عاد شفتك. وين ما بدك انا موجود بهالوطن. شو هالغنية الحلوة؟ هيدي اغنية وطنية عم بترافق الازايف من شان يخضر الوطن. الله معك، ما منعرف الوطن الا بالاغاني، وانا عم بتعلم عليها. يلا زيحوا من الطريق، فوتوا عبيوتكم يا اولاد، ازايف ما بترحمكم، موجهة وموجه ضدها. لبنان يا قطعة سما، عمري يا معلم الاعمار بتشعل بالغيم النار، وبتحصد الكبار والصغار ويعلى على الغيم الدخان. ولو يا الله اطلب من الله، يا الله ساعدونا، الله اطلب من الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. انا ما شايفك بس انت ما شايفني. يا الله اطلب من الله ساعدونا، الله يا الله. ناس عم بتموت وناس عم تضحك، شو عالحياة؟ وين الضمير؟ وين الشعور؟ يا وطني يا حبيبي. خمر ورصاص وزيف وتحشيش وموت وتهجير وجوع وشي تاني. يا وطني يا وطني يا وطني. وطني بدك تبقى فوق كل الجراح، بدك تنتصر يا وطني، يا وطني بدك تنتصر، بدك تنتصر. نادية سلامتك يا نادية. الحمد لله ما بقى عندي اجران يا وصول. اصبري على حكم الله يا حبيبتي، الله بيعلم شو بعد مخبيلنا. نادية كوني قوية، اصابتك ما فيها خطر، رح نحاول نعملك واسطة ونسافرك لبرا، وبأكد لك بترجع لحالتك الطبيعية. وهلأ بدنا نتركك وبكرة بنرجع لعندك. كوني قوية، الله بيصبرك. سامي سامي شو
لك شو اللي عمل فيك هيك؟ هويتي هويتي يا اخي. هويته؟ هويتي. هويتك هويتك وهويتي وهويته. نسيوا الله، نسيوا المحبة، نسيوا الأرض، حتى البسمة حاولوا يقتلوها. بأي غابة نحن؟ بأي غابة نحن؟ بوطن، وطن حلو كتير. ليش عم يدمروه؟ ليش عم بيخلوا كل أرض محروقة؟ يا ريت بيشعروا بدمعتك، دمعة كل الأبرياء يلي صراخهم ميل الوطن. صحيح، الوطن للكل، بس بدنا الكل يكونوا للوطن. ما تخاف، الوطن، الوطن باقي فوق كل الجراح. بخاطرك. شو يا اخ؟ شو القصة؟ والله ما تعرف شي، شي بيحير. كل يوم خبرية وكل يوم قصة. الدية بتقول حبل والحكيم بقول مرض، وأنا ما بسمع غير الصريخ. أنا بعمري ما سمعت بحبل بيبقى هالسنين. يمكن يكون مرض خبيث. أنا مسؤول عن مصاريف المستشفى. في حكيم صيني بحكم بالقبر. لا، بنصحك بحكيم فرنسي معروف أكتر. لا ما بيعرف شي هيدا، في حكيم بريطاني أنا بعرفه. لا بنصحك جرب الحكيم الروسي. اسمع مني وجرب الفرنسي. اسمع مني جرب الحكيم الأمريكي. يا أخوان يا أخوان، ما بدي فلوس، ما بدي فلوس، بدي أخلص من هالدوامة اللي عايش فيها. بدي رأي خلصني، أنا ترشت من الصريخ والعذاب. حاجي بقى حكي، منكن سامعين صراخ؟ اتفقوا بقى على رأي. يا أخي أنا معك وبنصحك، عنا أحسن حكمة هون بالحي، بعت وراهم، وأحسن أطباء، وأحسن مستشفيات. عندي حل، نجتمع ونبحث الموضوع ونصدر قرار على ضوءه. البوسطة اللي جيت فيها بدي ارجع فيها وموت هونيك. قتلتني يا وليد، انت انسان؟ ما بعتقد. لو كنت انسان كان عندك ضمير، لانه الضمير هو المحبة. المحبة المحبة. نانا حبيبتي، شو بكي؟ ما بني شي، تعي نسافر لعند أهلنا ونخلص من هالجحيم. نسافر ونخلص بهيك ظروف؟ لا أرجوك، تعي نسافر ونرتاح من أصوات الأزايف ومن الحريق والدمار. وطننا اللي عم يحترق، واللي بيترك وطنه بهيك حالي تأكد انه بيكون بلا ضمير. ضمير؟ اي ضمير عم تحكي عنه؟ ضمير الازايف؟ ضمير التيارات؟ ضمير يلي ما عنده ضمير؟ نانا بدك تسافري؟ سافري بس بدون بكي.
بس انا ما رح اترك وطني. انا انساني، والانسان بيتمسك لازم بارضه. انا من هون، من التراب هالارض. انت ضعفتي يا اختي، خلينا قوية. البيك للضعاف. انا هلا هيك مبسوط، حتى لا اشوف ولا ارجع. تمام، بالعكس انا هلا شاعر. ايها المواطنين، زعفوا له. عفوا، سامحوني، انا بعتذر كثير منكم. شو صار في اليوم ما بعرف، انا ما الي بالعاده ابدا. انا شخصيه كثير مهمه. تعالوا طيب. سيداتي، سادتي، اطفال وبنات واختياريه، اسمعوا. بدي هلا اقول للشعب، مثل البرد بيتركبوا من فوق وبينزلوا على الارض. سكرانين، بيمصوا القلق والشو وبيتفلفشوا. مال وجمال، ذو خايل ونيشين وأخصام ومحبين وريش وربابي. ألف لمعة سيف شرت تخوف مثل بر الصيف. تتلج بطولي وتغزل الشياطين، عالفكر تتسلل بالعلب تتجول. سلطان كل رعيتم جنين كيسكن. يا حرام، الفقير ما بيطلع له دار. يا حرام، شو حقوقه ساقطة الفقير. طبعا كل شي بالواسطة، سنة على سنة من زمان هيك. المي بالواسطة، والكهرباء بالواسطة، والبنزين بالواسطة، والخبز بالواسطة، والتليفون، كل شي. ولو في ولاد صغيرة بدها تاكل، بدها تتعلم، علموها تحب الله، تحب بلادها، بدل الفوضى والفساد. ولك اشفقوا علي ما بده واسطة. آخ، ما في غير الموت. لا والله،
والموت صار بواسطة أزيفة عبوة. أنا بس ما عندي واسطة. يلا امشي. يلا يا بابا هلا صار وقت النوم. بابا منك سمير في كتير أزيف، بكرة ما في مدرسة، لشو النوم بكير؟ يا بنت لشو هالحكي؟ ماما منك سامعة؟ بلا كتر حكي يا بنت، ما كل ليلة في أزيف ورصاص. كيف ما بيوصلوا؟ ماما أنا خايفة. ما تخافي يا ماما، ما نحن موجودين معكم. وانتو بتردوا رصاص؟ بابا حبيبتي لا تخاف يا لطيف. طيب روحوا نيموا بابا وأنا جايني أمحطكم. طيب حاضر. شي بملل طول الليل والنهار بده يضل الواحد محبوس بالبيت. شو بيك عم تحدث نفسك؟ نامو تقبرني ان شاء الله. نامو بعد ما فتح عيني. نحن الكبار خايفين وعايشين بالملل والضياع. كيف ان ملل؟ كيف ملينا وجبنا ثلاث اولاد بهالاحداث؟ يلا نام خليني يكونوا أربعة. ع كيفك عم اهلك بيسمعوا الاولاد. تعي لك خلا. طيب طيب ما هذا فرجيك. ايه بدي غيري. ولك كيف عملوا هيك بهالوطن؟ ولك مين؟ مين المسؤول؟ لازم اعرف مين. لشو يعرف؟ الشغلة معروفة. تجار من برا ومن جوا كمان على نوعين. هلا عرف عفيني على نوعين بس بنوع واحد. نوع بجربه ونوع بتجربة بأرواح الناس بالجملة والموت فورا، ونوع بتجربة السلع ببطء. روح يلا. لكن امبارح كان كيلو البطاطا بربع ليرة، اليوم صار بليرتين. وكان كيلو البرغل بأربعين قرش صار بثلاث ليرات. ايوة عيني روحي. وإجرة الأوضة كانت بعشرين ليرة، اليوم صارت بألفين ليرة. لك وين الضمير؟ وين الضمير؟ والمعاش بحد الأدنى، كيف بدو عيش؟ ولك كيف بدو عيش؟ يا حبيبي يا وطني ما تخاف، عم بغنوا لك، عم بغنوا لك يا وطني. بس قد ما يتاجروا بدك تبقى أقوى من التجار، أقوى من كل العالم، أقوى من كل الجراح. لا تزال القذائف العشوائية تتساقط في كل المناطق، هذا وقد أغارت الطائرات على الجنوب مما أسفر عن مقتل العشرات ونزوح كثيف باتجاه العاصمة ومناطق أخرى. وأيضا ما زالت استويني تعودنا عليها بلا أيضا وبلا بطيخ. صحيح استويني تعودنا عليها، كل يوم أصف وأصف مضاد ونزوح ونزوح مضاد، ومانا رايح على المعترين. شو هالحالة اللي بتقرف؟ والله والله امبارح هربنا من الضيعة ومش عارفين وبدنا نروح من تحت الدلف لتحت المزراب. صار الواحد بده يحمل بيته على ظهره، ما بقى في مكان آمن. شو هالحالة؟ شو في معك اليوم بهالجرايد؟ قذايف مقتل كتير من الناس يلي ما خصهم بشي. هلأ نزلت قذيف بالشارع عمو، لو بتشوفوا الأطلة كيف مرميين بالأرض.
انت كيف بتنقل من شارع للشارع بهالحاله؟ عمو انا ليه ما حدا بيشتري مني اللي بيعرفوني؟ لاني ما بنادي؟ ليش صوتك مش حلو؟ بلا، لكن ما بحب بنادي على الاخبار البشعه. لو بتشوفني بس يطلع له شي خبر منيح بينبح صوتي تلاقيني فرحان. ليش في احسن من الخبر المنيح؟ في احسن من الفرح والحب؟ عفيك خليك هيك افضل. يلعن الاخبار البشعه. عمو ليش الناس صاروا بيحبوا يشتروا من اللي بيحكوا كتير وبنادوا على اخبار منا موجوده بالجريده؟ في واحد بيوقف قدام السينما كل يوم بتلاقي صوته عم بيلعلع والناس مجمع حوله بنفق، اما انا بكون واقف ساكت ما حدا بيقرب لعندي. هذه موضة العصر يا حبيبي، الناس بتنفع يلي بيحكي كتير حتى ولو كان كذاب. انت خليك مثل ما انت، لانه مهما طال الزمن الحق بده يضل حق والصدق صدق والكذب بده يظهر كذب. وبده يجي يوم تشوفوا هيدا صاحبك واقف بالشارع وبنادي ما حدا عم يصدقه، وانت كل الناس عم تشتري منك. صحيح عمو. صحيح، خليك صادق ومحب للناس. هيئتوا هيدي القصف حتى نروح نسترزي. انتبه لحالك. اللي بيجي من الله يا محلاه. بيروت، المعارك متواصلة والقذائف تحصد الأبرياء وقد اجتمعت.
الو الو، انا غصون وحياتك بدي احكي مع سامي. والله سامي الي 3 ايام ما شفته، البيت مسكر وامه بالضيعه. بدي اقول له شيء؟ ما بعتقد، ما بو شيء، كنا عرفنا. لا طمني طمني، ما بو شيء. بيكون عند شي واحد صاحبه ومنه قادر يوصل لهون. تكرمي تكرمي، مع السلامة. شو هالضياع اللي وصلنا له؟ كل الطرقات مسكرة وأنا محبوسة هون، محبوسة محبوسة بالقلق والخوف. تستاهلي، ما بتسمعي الكلمة، خليكي عايشة بالخوف. مين جابرك؟ يا أختي أنت ما بتفكري، ما عندك قلب مثل حتى أجين الخط. وين بدي يكون؟ صار له شي؟ يا لطيف، شو هالوهم؟ شو هالكابوس؟ شو هالحياة؟ بتحبيه يا أختي؟ أكثر من حياتي وأكثر من روحي. لكن ما تخافي، الله بيحميك وبيجمعك فيه. صحيح يا أختي، الحب بيجمع وما بيفرق وبينظف القلوب كمان. استاذ سامي، ست غصون قلقانة عليك، هلا طلبتك على التليفون. وينين؟ قلت لها ان 3 ايام ما شفناك ولا جيت على البيت. يا لطيف، شكرا. ما توخزني، ما عاد عندي اعصاب. على شو؟ ليش ما عاد حدا عنده اعصاب؟ وينك يا غصون؟ غصون حبيبتي، انا باقي بالغرفة، باقي بالشارع المحروق. ليش؟ ماني عارف، مع انه عندي بيت بالضيعة، حبيت انه ابقى، مع اني بكره سلاح سماع الأزيف. حبيبتي، شو رأيك تيجي تسكني معي بهالغرفة البسيطة؟ حبيبتي، شو هالحرب هيدي؟ شو الهدف من وراه؟ ما عندن رحمة لا شفقة، ما عندن قلب، ما بيشعروا بالحب، ما حبوا، ما انتظروا الحبيب. لكن وطننا بده ينتصر يا غصون على كل التجارب يلي عم يجربوها فينا بهالارض. طيب وينك يا سامي؟ خايفة عليك، خايفة حدا يخطفك. خطفوك على الهوية يا سامي، شو ذنبك؟ شو ذنب الهوية يخزقوها؟ شو ذنبك؟ يا حبيبي، ما تحمل هويتك، خبيها بقلبك مثل ما أنت بقلبي، حتى يجي يوم ترفع عالي وتنادي بأعلى صوتك هيدي هويتي، هيدي هويتي. دخان دخان أجنبي مهرب طازة من كل الأصناف والأنواع. دخان دخان أجنبي مهرب طازة. يا رايل يا رايل رايد. كيفك يا شهاد؟ يا رايد. اخ يا بيروت، شو صار فيك؟ انا تعبت من هالمناظر، لازم سافر.
ليك نخصون شو بدي إلا بسافر بقول لك تلحقني أحسن شيء. ماما بدك شيء؟ رايحين مشوار. لوين؟ بدنا نتمشى شوي طن. ديروا بالكم ما تتأخروا. ما تخاف علينا طنط ولو نحن شباب. ولو ماما. ما قلت لي يا حبيبي شو هي الشغلة الجديدة؟ قديش المعاش؟ وحياتك يا أمي ما كنت أحلم بحياتي أقبض معاش مثل هالمعاش. هيدي من دعواتي إلك عم تتوفق. لكن ما قلت لي وين عنوان الشركة؟ بلكي شي يوم تأخرت بالشغل حبينا نسأل عنك. انت كل شي بدك تتدخلي فيه؟ قلت لك المعاش منيح. خذي هاي مصاري ما راح تعرف العنوان. بيك بيعرف. انت وبي بتعرفوا كتير اسم الله. شو بدكم بهالشغلة؟ انا شو بدي بهالشغلة؟ مهم المعاش منيح. انت بتعرف صالحك. مهمتي حضر الاكل. هلا بيجي بيك واخواتك على الغداء. خلفتك مجرم. أنا خلفتك سفاح. ولأنا ربيتك وعلمتك ودللتك علمتك تحب الله. قتلت خيك وابن عمك بتقلي عم تشتغل بشركة. لك روح الله يغضب عليك. بلا غضبك أنت السبب. أنا السبب يا مجرم؟ ما بتخاف الله. بعد لك عين تحكي. نعم نعم أنت السبب. لأنك علمتيني حب الله على طريقتك وطريقة مجتمعك. علمتيني الحقد والطائفية وأنا صغير.
أنا يا هتحكي. نعم أنت. ما قلتي أنت إنه طائفتنا على حق والطوائف التانية كافرة؟ لو إنك علمتيني على إنه الله بخيل اسمه، خلقني وخلق كل الناس حتى نعبده ونحافظ على أرضنا ووجودنا وحرية وتماسك ومحبة وإخلاص، كنت اليوم يا أمي شفتي ابنك مثالي متفاني في سبيل وطنه أرضه وشعبه. لكن أنا علمتك وعرفتك إنه الله بالسماء وخلقنا حتى نعبده. مظبوط، عرفتيني وعلمتيني، خليتيني اتصارع مع الآخرين على الله في السماء، وأوشكنا إنه نخسر الأرض. يمكن معك حق، يمكن أنا محقوقة، لكن اللي أمي أبوك شو دوره؟ اسأله. أنا أهلي هيك علموني وأنا هيك علمتك. أنا أهلي هيك علموني، أنا ما ذنبي شي، هيك أهلي وأهل أهلي علموني، بعترف بالخطأ. أنت وهي مجتمعكم وصلنا لهون، أنا انغشيت بكلامكم وانغريت بالمال، أنا ندمان ندمان. لكن شو نفع الندم؟ أنا سفاح سفاح سفاح. لله يخرب بيتك، عم تبكي عبسينة؟ صارت الحيوانات اليوم أغلى من بني آدم. لك روحي شوفي، الناس عم تموت، عم تطيروا من بنايات، ما حدا بيبكي عليهم، بس قويين جربوا السلاحكم فينا. لك روحي روحي، لو روحي الله يبعث لك زلزال، لك زلزال يطيرك. كمان ما في يا حبيبي، انت لازم تعيشي حتى لو متنا، كل الحنفية بتنشفي، بس بكره بتيجي المي وبسقيكي وبتضلي خضرا. عواف يا عم وردان، لوين ماشي بهالوقت يا سامي؟ منك سامع القذايف يا ابني؟ هون يمكن يجي قنص، بس انا مجبور اصير وردي. طيب هات حتى اجيب لك ماي تسقيها ريتك، هات هالقلم. عم وردان عم وردان عم وردان، حتى وصل الدواء لك. سقي الوردي خليها تبقى خضرا، خليها تبقى خضرا. قلت لك ما بنادي الا على الاخبار اللي بتفرح. ان شاء الله بتضل اخبارك مفرحه. جرايد جرايد افرحوا، ما عاد في حرب. جرايد قتلوا الجمال، قتلوا الكلمه، قتلوا الحق، قتلوا البراءه. ليش الناس ساكتة؟ بدهم يضلوا ساكتين ومتخبيين حتى يموت الواحد ورا التاني؟ قوموا اعتصموا كلكم
واصنعوا بلاد علوها لفوق فوق العالم بالشارع الأحزان والنار والدخان تلاقيت بإنسان جاي من الحرمين بيع للكلمة وماشي ورا اللقمة داير بيع أخبار وملبك ومحتار والجو ساطع نار وويل وأسى وغبار وفجأة هوى المسكين برصاص النصين بحار والكلمة والطهر والبسمة وبيقتلوا الإنسان والحب لبنان وبينادي ودمع العين سايل على الخدين وين المحبة وين المحبة وين مرحبا أهلا عميل معروف إذا اتصلت غصون أو إجت إلا إليك رسالة طيب وسامي سافر تكرم عينك تكرم شكرا تكرم مع السلامة لوين يا سامي؟ مسافر مسافر؟ لوين؟ عبلاد ما فيها حقد وكره وموت ما فيها إجرام عبلاد فيها ناس بتحب وطنها وما بتدمره في بلاد بالعالم ما فيها كره وحقد وطمع يا سامي يا حيف عليك انت بتقول هيك؟ انت ابن الضيعة بتقول هيك؟ ما خص ابن الضيعة وابن المدينة بهيك حالة بتقرف بتضيع الشباب ضيعوا الشباب يا خصوم قتلوا مستقبلنا شو بدنا نعمل؟ اسمع مني يا سامي الشاب الواثق من نفسه وبيحب وطنه بيبني وما بيهرب بدك تروح تدور على بلاد ما فيها حقد اذا انت بدك تسافر شو بدي اقول انا يلي اهلي صاروا بعتين لي اكثر من الف مره ورفضت اني اترك وطني حتى باصعب وابشع الحالات اسمع لقلك انا ماني عايزتك تشجعني على السفر الناس اللي ما بيصمدوا بارضهم وبوطنهم بوقت المحن منو الناس شو بتقصدي نحن اللي بنعرف الحب يا سامي لازم نعلمه لغيرنا حتى ينتصر الحب على الحقد والكره غصون بتحبي توصليني على المطار وبتتركني يا سامي انا تركتلك رساله بالدكان اذا بتحبي مشي معي او تبقي لقيني انا بهالظروف ما بترك وطني اسمع يا سامي اذا قررت انك تسافر لازم تنسيني مثل ما نسيت وطنك انا ما نسيت برجع وقت اللي بتروق الوطن لما بيروق منه بحاجه لإلك بدك تسافر رح وصلك على المطار لانك ضعيف لانك جبان والوطن بده رجال بده ابطال وداني يا بلدي يا اجمل بلاد بدك تسافر رح تسافر ولكن كلمه وداع ما بحب اسمعها ابدا انا بحب كلمه لقاء
شو قال الحكمة؟ شو بدهم يقولوا؟ اجوا يستطلعوا. يا اخوين والله عين، كفينا بقى. بدهم يجربوا يستطلعوا، ما كفاهم؟ قلت لكم وما سمعتوا كلام. يا اخي هيدا مرض خبيث. ما بنقدر عليه. مين اللي قال لك؟ نحن القادرين، ولكن ساعة اللي بنقصد وبنترك كل الآراء المستوردة ونحن الأطباء لكل داء. يا أخوان أرجوكم أرجوكم، أنا تعبت ما عاد فيني. اسمعوا، إذا بدنا نحكي الصحيح ونكون صادقين ومخلصين مع بعضنا البعض، نحن قادرين على كل شيء. نحن الطب ونحن الحضارة ونحن القوة كمان. اسمعوا، ما عاد تسمع بديني. يا منكون كلنا أطباء ومنقضي على هالمرض الخبيث وعلى كل الأمراض، يا كل واحد يدبر حاله من دون آراء. لا، لازم نكون كلنا أطباء ويد واحدة. هيدا الكلام الصحيح ولازم يكون من زمان. يلا يا شباب، إيدينا بإيدين بعضنا. وبوجوده المؤمن بحريته وحقه في الحياة ينزع الحواجز النفسية ويخرج عن صمته الذي طال ويعلن عيد علمه اليوم، وعلى كل مواطن أن يرفع علمه ويسير مناديا كلنا للوطن. أسون أعطيني لسوء عني، لا للهجرة لا للوداع، بل لرفع علم بلادي عاليا. يلا يخسوني شارك، يلا يخسوني شارك. تعال نبني انفسنا من جديد، وطن جديد.